خلصت تعليمي متفوق وعندي طموح رياضي كبير جدا وان شاء الله احققه وان شاء الله اتفوق عليه باذن الله. انا قدرت ان انا اتغلب على العاقه بشكل تام الحمد لله. ونفسي عظام الحاضر، فلما كانوا يجي اصحابي يسالوا عليه فين عظام الحاضر اقول له انت عظام، يقول لي انا مسمي نفسي الحاضر. انا بحب الكوره، كان نفسي ان انا اطلع بقى لعيب كبير ولعيب مشهور وكده، بس طبعا الامكانيات صعبه طبعا، فقررت ان انا العب كوره حتى مع اصحابي. انا كنت بلعب مع اصحابي عادي جدا اللي هم الاسوياء عادي جدا. بعد كده لما عرفت ان في كوره اللي دول يعني دول همم طبعا قدمت فيها والحمد لله انا بقيت حارس الاول. بتحس ان هو انسان زي الفراشه، مش هقول لك انسان طبيعي، بيحضر حاجته كورته الشوز بتاعه شرب الرياضي الطقم اليونيفورم اللي هيلبسه وهو بيلعب، ويبقى نازل لو حاسس بصعوبه في الحركه او في المشي فحبه للكوره او حبه للحاجه اللي هو بيعملها اصلا بتسهلها له، اصلا ما بيحسش ان هو متضايق او تعبان. ما فيش حاجه بتوقفني، اهم حاجه ان انا عقليتي سليمه خلاص. النجاح بيقف على التخطيط والعلم والاصرار. حط هدف قدامك هتوصل له، يعني هتوصل له. انا بس عايز اقول يعني للناس اللي هي يعني كانت بتتنمر عليا، انا مش شايفكم اصلا. تنمركم دوت خلاني انا يعني في هذا المكان، يعني هذا المكان العلمي والرياضي، وان شاء الله هعلى اكتر من كده. في بعض حاجات بيقدمها غيره ما بيعرفش يقدمها من اللي هم المتفوقين في الكوره، فانا يعني انا فخور جدا وممتاز بلعبه قدامي قوي كده. عنده حماس ان هو يلعب وعنده رغبه ان هو مثلا عايز يقدم حاجه لنفسه، ويعني شايفه حاجه كبيره قدامي فبتعلم منه حاجات كتير. عنده يعني مصر ان هو يعمل حاجه حلوه في حياته. انسان موهوب وهي كل الناس تدعمه كتاب الله، وانا واحد من الناس اللي هو انا بعزه، وشخصيته في الملعب يعني بتدينا كلنا حماس.